السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الأوبجكت دي اللي كل العناصر الموجودة في قلب المشروع. هنا دي ملفات المشروع، سواء ملف امتداده اي اف سي او اس كي تي سكتش اب او ريفت او اي امتداد موجودة هنا. هنا بقى العناصر نفسها، يعني ممكن اقول له ايه، انا عايز عناصر الأعمدة، تمام؟ فهو عمل لي على سيلكت، فاقدر اقول له هنا ايه، انا عايز اشوف بس الأعمدة، او ممكن اقول له انا عايز مثلا اشوف الابواب، فيجيب لي كل الابواب الموجوده في المشروع. اقدر اقول له اخفي لي مثلا العنصر دوت لو انا شغال ومش عايز اشوف العناصر ديت، ولو دوست على علامه السهم هيجيب لي كل العناصر. اقدر احدد باب معين، ولو عملت سيلكت في اي وقت على اي عنصر هيبدا يجيب لي العنصر ده موجود فين. اقدر اقول له اخفولي او ادهولي اللون بحيث اميزه عن بقية العناصر. ممكن اقول له رتبهم لي بالاوبجكت نيم او بالموديل نيم او بالاسر نيم. او رتبهم لي بالكاستم كولر بالشكل دوت، او رتبهم لي باللايرز فيبدأ يجيب لي اللايرات، واقدر في اي وقت ادي له اللون اللي انا عايزه. وممكن اجي من هنا لو انا عملت سيلكت عليه عنصر ودوست رايت كليك، اقدر اضيف نوتس فيجيب لي هنا النوتس. ومن السهم دوت اقدر اختار اوبجكت او نوتس او كونفليكت او دوكومنتس زي ما انا عايز. اقدر اكتب اي كومنت هنا واروح مسيفه. ممكن اقول له شو قول لي عايز اشوف ده بس في التو فيو، ابدا اعمل زوم على الجزء دوت، عايز ابدا اشوف الخصائص بتاعته فيبدا يجيب لي معلومات كامله عنه وعدد الملفات اللي فيه او النوتس او الكونفليكت والجايد والملف ده نوعه ايه. كل المعلومات اللي انا عايزها تظهر قدامي دلوقتي.